مبسوط وديت معاي قسمنا كله حاجة للنقص اللي يو نو شي هذا الطب صاحبي مركن امريكا يا سلام يا سلام يا سلام. السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. معكم فريخ رياكشن، فيديو جديد ورياكشن جديدة. لسه راجع من الشغل ونلقى تاجي السر حليم نزل تراك اللي اسمه الغرفة 308. يلا نعرف ايه الحكاية بتاع الغرفة 308 اللي حليم منزله الحين. Let's go. اشنو اطراف ساعة الفريخ تراك براسي طار النار النار هاد ساعنا نقصى قوف ركبك الخوف تشق جوف سر لطوف ندمت على سوء على بعث من حياتي قبل قصير احتجيت للصرفة الساعة اللي بدأ فيها التدمير. يلا يا زول، يلا صاحبي، يلا اختي، يلا نشوفوا تراك ديال حليم نزلوا اوديو غرفة 308. ما عرفناش ايه الحكاية ديال الغرفة 308، احنا نسمع غرفة 404 مهم كده يعني. مهم شو ما قولوا لي في التعليقات، ولكن قبل ما نضغط على بلاي انزل اشترك في القناة لو اول مرة تشوف فريخ رياكشن، لايك واعطينا رأيك في التعليقات يهمونا رأيك. وواحد شفت واحد لسميتو انه قريبا 90% كتشوفوني وما كديروش ليا لايك، ما كديروش ابوني. دير ابوني يا صاحبي، دير لايك، دير تعليق، مهم روجوا الحركة. راكم تماو. شكرا لأي واحد كتواصل معي في انستغرام كيدوي معايا في المواضيع على الراب على الهيب هوب ولا فيسبوك، شكرا لكم بزاف 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 وبيس لكم وشكرا لكم. يلا شوفوا 308 اللي متاج السر. درس وقنا بالسنجة ومرتنا خلاص وما بجيبونا ناس الوجة والقصاص عكونا فداس الحال للمصاص بنا مودانا للزنقة ضرب رصاص. يكون تراك حزينة دابا لي انا من الدخلات، بس هذا يكون شي شاعر عندكم ولا شي فنان تقولوا لي يكون فنان شعبي ولا حاجة خد منه السيمبلينك بتاعه. مرات صعب الموضوع وقز العدائي جدا بتملي بدموعها. أكون أقول لكم دائما فيما تشوفوا التراك بادي ايموسيونال ساكت شوية بيدخل بيطلع البيتس عرفوا ان التراك حيكون جامد ويكون واعر ويكون طوب ويكون شديد. اسمع اسمع. سبوك زيز في السبوك كل يوم قزازة كل يوم بترشق نوع مرات صعب الموضوع وقزوا العدائي جدا بتملي بدموعها. بستخدم المزيكا كيف اصلي صاحب كيف وناس كتيرة تستغرب تكتب اغاني كيف زمان كانت جيوبنا في كل المواسم صيف ما جبناها بالسهل يا اخي جبناها بالسيف يا وصل النادي اصلا ما خطير شي واحد الفايب واحد الفيلينجز خطير خطير يعني. هذا الشغل يعني يمكن غير على حسب الفيلينجز اللي كان عايشه ولا ذاك الفايب اللي كان عايشه هاد الايام. واو 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 لاحظتوا واحد الفلو خطير. ما جبناها بالسهل جبناها بالسيف يا اصلا ما خطير خطي تلجتين وقدرتين جوا العصير في جيبي ربطتين وخزنتين سلاح بطير في الشنطة دفترين بوقع الشيكات كتير يا تعب تلقاني ساك ما بتلقاني ساك دايما تلقاني ساك so fucking high مشغول زون الساك ما صوت فديت معاي قسمنا كل حاجة للنقص اللي يو نو 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 شي هذا الطب صاحبي مركن امريكا 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 يا سلام يا سلام يا سلام. تسمعوا لي اسمعوا لي هذا الهاي شكت كتير يا تعب تلقاني ساك ما بتلقاني ساك دايما تلقاني ساك so fucking high مشغول زون الساك ما صوت فديت معاي قسمنا كل حاجة للنقص اللي هناك شقة في دبي وشقة جامدة بالمعادي حفلة في دبي وحفلة داني بالمعادي بزة في دبي شقة في دبي وشقة في المعادي شقة يعني البيت بيت في دبي وبيت في المعادي يعني في مصر. يا سلام يا سلام. دبي وشقة جامدة بالمعادي حفلة في دبي وحفلة داني بالمعادي مزة في دبي ومزة داني في المعادي خوكو ما بزي وما بزل بيقف قصادي عقلية وتفت عيوني خيت ما في زول بيوقف قصادي قدامي ايجو تريب خوكو ما بزي وما بزل بيقف قصادي عقلية وتفت عيوني خيت ما عايزين نتلاقى لو حصل تبديني ما في عندي الداتا قد الشيت بطبع الخروف
فوق غزل بسيط وصاد شقة في دبي وشقة جامدة في المعادي حفلة في دبي وحفلة تاني في المعادي بزة في دبي ومزة تاني في المعادي فوق ما بزي وما بزي بيقف قصادي يا سلام يعني عايش عايش الحياة يعني تاجي السر عايش الحياة عنده شقة في المعادي وفي دبي وموزة في المعادي وموزة في دبي فريلانس يا سلام عليك عادي خوكو ما بزي وما بزي بيقف قصادي وتتا يعني كاسر الفيز وخلصت اللي جاهز جاكم البيس جوا المدي الليست قاعد نحسب بساعة خلصت الفيز لا لا خلصت الإجازة جاكم البيس جوا الميدل إيست خلصت الإجازة جاكم البيس في الميدل إيست يا سلام يا سلام على هذا الفلو هذا خطير كاسر الفيزا وخلصت الإجازة جاكم البيس جوا الميدل إيست قاعد نحسب بساعة وإنجازة عايزة نتقابل أمسك الليست علمي بنجم اللوكيشن في الماب وين اتأخرت اللوكيشن كذاب أخلاقي ضيقة وغناي ولعاب وكذاب لو جيتي من تراك تراك فيه واحد الميوزيك يعني خطيرة وفايب بتاعه خطير الفلو اللي لعب به وواحد ليركس يعني تفهموا غير انتم اهل السودان ولكن راه يا سلام عليه يا سلام عليه تراك ايجو تريب بس فيه بيكاج لصحابه دائما بيرمي والصوجا وبيرمي اواب حتى هو يمكن لا اواب صاحبه اواب عمل معاه فيتشيرينج ما يمكنش برتي اللوكيشن كذاب اخلاقي ضيقة وغناي ولعاب وكذاب لو جيتي ما بنفضل اصحاب ننقص في استوديو ولعنا سياراتنا علي المزيكا وسياراتنا هتت في السوق دي كل اصداراتنا دايما جماعتك ما كبس نكات ما واو قدتها يعني اتي مع الديلي ييه ييه على البيت اللوكيشن في الماب وين تأخرت اللوكيشن كذاب قال لي اللوكيشن في الماب وين تأخرت اللوكيشن كذاب كذاب good job good job حليم تاج السر room 3008 yo new track new performance new good job bro oh yeah يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على تاج السر تمزكنا صراحة شلي ذاك العاية تاع العمل بالتراك هذا اللي فيه الفايب وفيلينكس وش اقول لكم ليريكس تكنيك حاجة تانية عالم تاني عايز تغير المود ما عليك غير الغرفة 308 ممكن يكون عنده شي قصة ومع الغرفة 308 في شي فندق في شي الله اعلم مهم انزل انت شارك في القناة لو أول مرة تشوف فريخ رياكشن وعطينا رأيك في التعليقات رأيك الرأي ديالك مهم 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 باش نتبادلوا الآراء ولو بغيتي تهضر معايا راه موجود الانستغرام تتكلم معايا يعني راه موجود انستغرام مرحبا بكم وتكلم مع الكل اللي بيكتب لي راه بتواصل معاهم راه الشباب يقولوا لكم يعني الحمد لله شكرا لكم على تواصلكم شكرا لكم على النصائح وحنا بنستفاد من عندكم وبيس لكم وشكرا لكم السلام عليكم.